في شهر رمضان الماضي وردت إن من الوكالات الاستخبارية معلومات مؤكدة بوجود تفجير كبير في الكرادة داخل. اضطرينا أن نطبق في خطة يعني شوية بيها نوع من المضايقة على المواطنين. قطعنا مدخل شارع الكرادة من جهة كهرمانة إلى فندق بابل، وحولنا العجلات إلى يعني مسير راجل. بالأيام الأولى لهذه المعلومات كانت مؤكدة، صار تحرك استخباري، تم إلقاء القبض على شبكة كبيرة كانت تنوي أنه تنفذ هذا التفجير. شوية انطينا مجال، جبنا عجلات سونار من أجل أنه تدخل العجلات بعد التفتيش. بالبداية المواطنين صار عندهم نوع من التضجر على الإجراءات الأمنية. يوميا بمعدل يومي آني وقائد عمليات الرصافة وقائد بغداد وآمر اللواء وآمري الأفواج نتجول على المحلات ويا المواطنين، نقول لهم احنا ترى هذا الإجراء من أجل حمايتكم، من أجل سلامتكم. الناس يعني كم يوم وتفهموا الموضوع وتقبلوه، وفضل من الله سبحانه وتعالى يعني انتهى شهر رمضان وإجا عيد الفطر بدون أي حادث في قواطعنا، وهذا نعتبره بالنسبة لنا نصر أمني كبير.